الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. We continue our class in the explanation of the book العقيدة الوسطية by شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولازلنا في قول المصنف رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، يعني أن أهل السنة والجماعة لا يكيفون، فلا يذكرون كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. So the author رحمه الله said, and they do not make takif, they do not explain the how or speak about how the attributes of Allah سبحانه وتعالى are. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، and فلا يمثلون صفات أهل السنة والجماعة، لا يمثلون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، كأن يقول مثلا يد الله تعالى كمثل يد كذا وكذا من أيدي المخلوقين. أهل السنة والجماعة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن المثل أو عن المثيل، أن يكون له مثيلا سبحانه وتعالى، أو أن يكون له مثيل سبحانه وتعالى. So أهل السنة والجماعة, they do not also make a resemblance, they do not claim a resemblance or a likeness to Allah سبحانه وتعالى with his creation. Such as, for example, that they would say that the attribute, the hand of Allah سبحانه وتعالى is like the hand of such and such, and they name any of the creation of Allah سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة, they free Allah سبحانه وتعالى from any likeness in his creation. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. Because he, the exalted and high, لا سمي له، يعني ليس هناك شيء سمي له، يعني مشابه له أو يعني مثيل له سبحانه وتعالى. ولا كفو له، يعني المكافئ وهو كالمساوي. ولا ند له، الند كالشريك. نعم. Because he, the exalted and high, there is nothing like him and there is nothing that is equal to him, nor does he have any partners. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. And وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. And he is not, there is no parallel or there is no resemblance or there is not no likeness between him and his creation سبحانه وتعالى. And this is where we reach the statement of the author رحمه الله: ولا يقاس بخلقه. فالقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. This parallel or comparability is of three types. القياس ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. فهذه ثلاثة أنواع للقياس. So those are three types of comparing, comparability. فقياس الشمول هو أن يعرف العام أو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياء، فإنه لا تقاس حياة الله سبحانه وتعالى بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسم حي. فهذا قياس الشمول، أي أن لفظ الحياة مثلا، أن لفظ الحي أو أن لفظ حي أن يقال مثلا لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالحي ووصف نفسه أنه سبحانه وتعالى حي، فله حياة، والمخلوق أيضا له حياة. فأن يقال مثلا إذا لابد أن تكون حياة الله سبحانه وتعالى كحياة المخلوق، لأن كلمة الحي تشمل الجميع مثلا، فهذا قياس شمول، والله سبحانه وتعالى ينزه عن قياس الشمول. أهل السنة والجماعة لا يقيسون الله سبحانه وتعالى بخلقه، لا يقاس بخلقه قياس الشمول. ومثله اليد مثلا، أن يقال الله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه له يد وأن له يدين والمخلوق له يدين، إذن لابد أن تكون يد الله سبحانه وتعالى كيد المخلوق، لأن الجميع يشمله لفظ اليد. فهذا كله من قياس الشمول، والله سبحانه وتعالى ينزه عن قياس الشمول. So the first type of comparability is to a comparability of inclusion. What that means is to claim, it is to claim that because the statement, for example, the statement al-haya or the name al-hay,
الحي, the ever living. طيب, it comes from life, without a doubt. And so Allah subhanahu wa ta'ala has described that He has the attributes of life, subhanahu wa ta'ala. And to say and to claim that likewise the creation, they have lives. And therefore the life of Allah subhanahu wa ta'ala must be like the lives of the creation, because all of the lives are included in the word life. And likewise, for example, to say that Allah's hands must be like the hands of the creation, because they all are included in the name hand. And therefore this is a comparability of inclusion. And Allah subhanahu wa ta'ala is free from that. Ahlul Sunnah wal Jama'ah, they do not do a comparison between Allah subhanahu wa ta'ala and his creation of this type, the type of inclusion. وهناك نوع آخر, there's a second type of comparing and comparability, وهو قياس التمثيل, وهو أن يلحق أو يلحق أن يلحق الشيء بمثيله فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق. وهذا أيضا شبيه بالذي ذكر, فأن يقال مثلا أن صفات الله سبحانه وتعالى كمثل صفات المخلوقين. So another type of comparability is the comparability of likeness, such as saying that the hand of Allah subhanahu wa ta'ala is like the hand of the creation, or the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala are like the attributes of the creation. وهذا أيضا أهل السنة والجماعة ينزهون الله سبحانه وتعالى, والاعتقاد الصحيح هو أن الله سبحانه وتعالى ينزه عن قياس التمثيل بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. And also أهل السنة والجماعة, and the correct belief without a doubt is that Allah سبحانه وتعالى is free and He is exalted and high, and that Allah سبحانه وتعالى cannot be compared to His creation in regards to a likeness, claiming a likeness to Allah سبحانه وتعالى with His creation. وهناك نوع ثالث من القياس هو قياس الأولوية. There's a third type of comparing or comparability, which is to say it is more so, it is more of such and such. طيب, وهو يعني هو يكون الفرع الأول بالحكم على الأصل, يعني يكون الفرع, عفوا, أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل, أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. ويقول أهل العلم أن هذا مستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. And this is to say that something is more so and more worthy of something than the other. And that is proper in certain situations. This is proper to Allah سبحانه وتعالى. لقوله تعالى ولله المثل الأعلى, because of the statement of Allah سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى, and Allah is the best of examples. بمعنى كل صفة كمال, and this is in regards to all of the attributes of perfection and completion. فلله تعالى أعلاها, to Allah سبحانه وتعالى is the best of it, of يعني لكل صفة كمال أو كل صفة كمال فلله تبارك وتعالى أعلاها. For every attribute of completion and perfection, to Allah subhanahu wa ta'ala is the best of it. كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها. For example, hearing and sight, seeing, knowledge, ability, might, life, wisdom, and the likes of these things. فهي موجودة في المخلوقات. هذه الأشياء, هذه الصفات موجودة في المخلوقات. السمع والبصر والعلم, ألا ترى أنك تسمع وتبصر وأنك عندك علم, أنك عندك قدرة وعندك حياة وعندك حكمة وما أشبه ذلك. فهذه كلها موجودة في المخلوقات. So all of these things are found in the creation. Do you not see that you hear and you see, you have ability, you have a life, you have wisdom, and other than that, and all of these things are found in the creation. لكن لله سبحانه وتعالى أعلاها وأكملها. But to Allah subhanahu wa ta'ala is the best of them, meaning the best, the perfect and complete. For Allah subhanahu wa ta'ala, سمعه سبحانه وتعالى هو يعني يسمع سبحانه وتعالى جميع الأصوات في كل الأوقات. Allah subhanahu wa ta'ala hears all the sounds in all the places in all the times. فهذا فلله سبحانه وتعالى أعلاها, أعلى صفة السمع وأكمل صفة السمع, أكمل السمع وأعلى السمع لله سبحانه وتعالى, وهكذا في باقي الصفات. So Allah سبحانه وتعالى has the best,
the all hearing subhanahu wa ta'ala, that he hears all the sounds in all the places. So he subhanahu wa ta'ala has the perfect and the complete hearing subhanahu wa ta'ala. ولهذا احيانا نستدل بالدلاله العقليه من زاويه القياس بالاولى، فمثلا نقول العلو صفه كمال في المخلوق، فان كان صفه كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب اولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. And we find for example we say that such and such is an attribute of perfection, such as for example highness, being high. This is an attribute of perfection and completion. The higher the creation is, the more superior he is considered. And to Allah subhanahu wa ta'ala, we hear from the people of knowledge, they say, and to Allah subhanahu wa ta'ala is the best of example. And they say that if this is an attribute of perfection and completion, therefore Allah subhanahu wa ta'ala is high above all of his creation. He is the, yani Allah subhanahu wa ta'ala is the high, the highest. And he is high above all of his creation. فهذا يعني كما قلنا هذا قياس أولوية. This is a type of comparison. It is a comparison of being more so, more of worthy of things, of attributes. نعم. فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس بخلقه بعد قوله لا سمي ولا كفء لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، يعني القياس المقتضي عفوا للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. So when the author Rahimahullah, he says there is no comparison or comparability between him and his creation, what that means is that there is no equality, comparison of equality or of likeness, or likeness between him subhanahu wa ta'ala and his creation. إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما. So there is no way that Allah subhanahu wa ta'ala can be compared to his creation by way of saying that he is like his creation, or that his creation are like him, or that he is similar to his creation, or that he is equal to his creation, because of the vast difference between them, between the creator and the creation. وَإِذَا كُنَّا فِي الْأَحْكَامِ لَا نَقِيسُ الْوَاجِبَ عَلَى الْجَائِزِ أَوِ الْجَائِزَ عَلَى الْوَاجِبِ. ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. So when it comes to the rulings, to the Islamic rulings, we say that there is no comparison between the obligatory matters and the recommended matters, and likewise between the recommended matters, or we say there is no likeness, there is no similarity between the recommended matters and the obligatory matters. Likewise, when it comes to the attributes and the difference between the creator and the creation, we find that it is more so. The vast difference is even wider and bigger between the creator and the creation, between the creator subhanahu wa ta'ala, the exalted and high, and the creation. فلو قال لك قائل الله موجود والإنسان موجود ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس، فنقول لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. نعم. So if one was to say and claim that Allah subhanahu wa ta'ala exists and the creation, they exist, and so therefore the existence of Allah subhanahu wa ta'ala is like the existence of the creation of the humans, for example, we say this is not proper, not correct, because Allah's existence is something that is necessary, whereas the existence of the creation, the existence of mankind, is something that is possible. Allah subhanahu wa ta'ala creates them, and if he wills, he does not create. So Allah subhanahu wa ta'ala, if he did not will, he would not have created so and so from the people. So the existence of individuals and of people is something that is possible, and it is under the will of Allah subhanahu wa ta'ala, whereas the existence of Allah subhanahu wa ta'ala is a necessity, without a doubt. وكذلك لو قال قائل أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق. If one was to claim that I set a likeness or a comparability between the hearing of the creator, the exalted and high, and the hearing of the creation, they all hear. نقول لا يمكن. We say this is not possible. سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء. The hearing of the creator is something that is necessary. And there is no shortcoming in it. And it encompasses everything. وسمع الإنسان ممكن. Whereas the hearing of mankind is possible. It is a possibility. إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم. Because one could be born as deaf. One could be born deaf. والمولود سميعا يلحقه نقص السمع. وسمعه محدود.
And one who is born with hearing, that who can hear and who is not deaf, he could become weak. He could have end up having weak hearing. And likewise, his hearing, he hears, it is, his hearing is limited. فلا شك أننا أن الإنسان إذا ابتعد عن المتكلم قليلا مثلا لم يعد يضعف الصوت إلى أن يصل إلى مرحلة أنه لا يسمع المتكلم إذا كان بعيدا عنه. فنقصه ضعيف ونقصه وسمعه عفوا ضعيف ومحدود ويدخله النقص. أما سمع الله سبحانه وتعالى فهو شامل لكل شيء ولا يعتريه نقص. So if one was, for example, to hear someone who's speaking and starts going further and further away from him, of course he becomes less and less audible to him until he stops hearing him altogether. So the hearing of mankind and of the creation is limited and it has shortcomings, whereas that Allah subhanahu wa ta'ala hears all the sounds in all the places, and it's his hearing subhanahu wa ta'ala encompasses all the sounds. إذن لا يمكن أن يقاس الله بخلقه. So there is no way that we can compare Allah subhanahu wa ta'ala with his creation. فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه. All of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala cannot be compared to the attributes of the creation. لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. Because of the vast difference between the creator, the exalted and high, and the creation. ثم قال المصنف رحمه الله فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نقف عند هذا ونتابع في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.